الإصلاحات فرنسا باينين، الإصلاح الأول هو التعليم، المنظومة التعليمية تولي في المستوى مقارنة مع الدول اللي متقدمة، لأن التعليم هو هو لا باس، وهذه هضرة تعاودت من جميع الأحزاب قالوها، دونك خاص ندوزو للتطبيق. بغينا هذه الحكومة تكون نزيهة، النزاهة والشفافية، يتصلحوا المدارس وتصلح البنية التحتية ونقصوا من المعيشة، راه الدرويش ما كياكل والو، كاين اللي كياكل من الزبالة من قرد الزبل، وتصلح التقاعد، لأن الحكومة ستيفن كير الله يكثر خيره ملي جا هو كينقص وكيضرب في المتقاعدين، وبزاف ديال الحاجات، إصلاح التعليم. كنتمنوا بزاف الحوايج، عندنا مشاكل في الصحة، المدارس وكذا يطوروا شوية في القراية، راه اغلبيه دابا الدراري اللي كيقراو ما كيقراو حتى وزه. بالنسبه للنتائج ديال الانتخابات هذو كنتمنى انها تكون حسن من الاعوام اللي فاتوا، انه يحققوا لينا داكشي اللي كان ناقص في البلاد، ويعني توفر شحال من حاجه اللي غنحتاجو حنايا باش البلاد ديالنا انها تزيد لقدام، التعليم، الصحه. الحاجه الثانيه اللي تتهم الكرامة المواطن هي الصحة، الصحة والصحة والصحة، وشفنا سميتو الوباء زاد بين على أن سميتو الصحة سي أن بيلي اللي خاص يخدم عليه الواحد باش يضمن الكرامة ديال المواطن. إصلاح الصحة، الأكسجين ما كانش في السبيطارات، الدواء ما كاينش، كتمشي كتوقف تتعيا ما كتدخلش، تصلحوا المستشفيات، تصلحوا المدارس. ومشكل في الصحة، كنعانيو في الصحة بزاف، هذه هي أكثر حاجة اللي كنبغي نركزو عليها. بالنسبة لشي قطاعات اللي كانوا ماشيين بينهم يعاودو يقدوهم ويصلحو شحال من حاجة اللي غنستافدو منها حنايا كشباب وكالفئات العمرية كاملة. وثالث حاجة سميتو نوع الاقتصاد ديالنا، ما بقاوش معتمدين على واش طيح شتا العام ولا ما غاديش طيح، نوع الاقتصاد نجيبو سميتو الصناعة للبلاد، داروا شي حوايج واني ما كناش سميتو نزيدو نوعو ليكونومي ديال البلاد، وتكون بازي اكثر على الصناعة، على سميتو كاع داكشي، على الميد ان موروكو اون جينيرال. رجال التعليم يزيدوهم شي بركة، يزيدوا في الاطر الصحيه ما كايناش كافيه، الممرضين قابطين الدبلوم وجالسين ما خداميش، هذوك اللي في المدارس خاصه داروا التكوين المهني ديال التمريض ما خداميش. وبطاله، عندنا ارتفاع بزاف في البطاله، كاين شباب مساكن ما مريحين ما كيديروا حتى حاجه. بصراحه ما تبدلت حتى شي حاجه، داك الشيء كامل اللي كنا كنشوفوا قبل 10 سنين ولا 11 عام ولا نفس هو اللي بقى في هذه الاعوام، يعني ما كان حتى شي تبديل. بالنسبة لي أنا ما شفت شي تغيير من نهار بداو، ما شفت شي تغيير بعدا بالنسبة لي أنايا. نطلبوا هذه الحكومة تكون نزيهة ودير بحساب المواطن، لأن المواطن هو اللي كياكل راسه. حاجة تيبان لي زعما كإكزارسيس ديموكراتيك، فالاستقالة كان زعما علامة باينة الا جينا نطبقوا داك المفهوم ديال المسؤوليه المحاسبه، وهما تيتحاسبوا من طرف اللي منضمين للحزب ديالهم على الصغيره والكبيره، على الترتيب ديالهم في الانتخابات، الترتيب ديالهم ما كانش في المستوى ديال التطلعات ديال هذوك اللي وضعوا فيهم الثقه، دونك تطبيقا المبدا ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه، تنظن انه زعما كتمرين ديمقراطي نجحت فيه الامانه العامه زعما بكل شجاعة، استقلوا باش يبينوا على انهم باش يديروا دماء جديدة للحزب. دونك جوبونس زعما كانت محلة، وتنتمنى ان زعما هذا ليكزارسيس هذا ما يبقاش غير العدالة والتنمية اللي يديروا، يطبق على جميع المستوى المسؤولين عامة، اي مسؤول تبين انه ما طبقش داكشي اللي كانت توعد به المواطنين يستقل.